حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس فقالوا: يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. قال: امركم باربع وانهاكم عن اربع الايمان بالله شهاده ان لا اله الا الله وعقد بيده واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وان تؤدوا لله خمس ما غنمتم وانهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت